أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على هامش افتتاح أشغال ندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية التي نظمها بنك الجزائر يوم أمس الاثنين، أكد على تسريع إجراءات فتح رأس مال البنوك العمومية، ملحاً على فتح رأس مال بنكين على الأقل في سنة 2023. هدى جمعي رصدت التالي: نتمنى من الرأس المال الوطني أن يتوجه إلى استحداث بنوك جديدة، بنوك تجارية، بنوك متخصصة، وكل إجراءات وكل أطر يعني تسمح بذلك. فنتمنى من هذا الرأس المال الوطني أن يتوجه إلى هكذا استثمار، وأن يخلق هذه البنوك وهذه المؤسسات المالية التي سوف تزيد إضافة جديدة للساحة المصرفية، وسوف تساعد على إيجاد تمويلات جديدة وتنافسية كذلك، وتعدد المواد التي تمنحها هذه البنوك. فكل الأطر التنظيمية وكل أطر قانونية تسمح بهذه الإجراءات. كما نتمنى على السلطة النقدية أن تعمل كذلك مع وزارة المالية على تسريع إجراء فتح رأس مال البنوك العمومية على الأقل اثنين في سنة 23.